مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة الثانية من حلقات برنامج الطريق إلى 7 أكتوبر. نستضيف في هذا البرنامج ممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية والتي تتبارى فيما بينها للحصول على أكبر قدر من عدد مقاعد مجلس النواب. من خلال هذه الاستضافة نتعرف على أفكار هذه الهيئات السياسية وبرامجها وتصوراتها ورؤاها تجاه قضايا السياسة والاقتصاد والمجتمع، ونواصل المسير في الطريق إلى 7 أكتوبر مع ضيوف الكرام، كل من نعيمة فرح عن التجمع الوطني للأحرار، مرحبا بك، وعبد الكبير جعفري عن حزب الإصلاح والتنمية، مرحبا بك، وأخيرا وليس آخرا محمد الدريسي عن حزب العمل، مرحبا بك. وأعيد الترحيب بكم جميعا، وأبدأ معكم السيدة نعيمة فرح بالسؤال الأول في الملف الاجتماعي. السؤال يخص التفاوتات الاجتماعية داخل المجتمع، في نظركم ما هي الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، ظاهرة التفاوتات داخل المجتمع؟ مساء الخير لنظارة ومشاهدي ميديان تي في، ونتمنى أننا نكون ضيوف خفاف عليهم. ببساطة، التجمع الوطني للأحرار فكر في هذه التفاوتات اللي كاينة ما بين الفئات ديال المجتمع المغربي، ومن هذا الإطار فكر في خلق واحد المجموعة ديال الصناديق، منها الشعار ديال الحملة ديالو كله كاين بني على التضامن، التضامن ما بين الفئة الغنية لصالح الفئة الفقيرة، التضامن من المؤسسات الكبرى لصالح المؤسسات الصغرى. هذا هو الشعار الكبير والأهم الأساسي والمحوري في البرنامج الانتخابي لحزب تجمع الوطن الأحرار، عن طريق التضامن، عن طريق خلق صناديق خاصة بهذا لتمويل هذا المشروع ديال التضامن. يمكن ماشي غادي نقضيو على هذا التفاوت، لان هذا يعني كنكونوا كنكذبوا على المواطن اللي قلنا ان غادي ما بين ليله ضحى او 5 سنين، او هذا غادي نقضيو على التفاوت اللي مازال كيزيد وكيكثر في المجتمع المغربي، ولكن غادي نبداو على الاقل الحد من هذه الظاهره. غادي نبداو استفدنا الوقت والكلمه، غادي نبداو في الدرجه الاولى من اجل الوصول الى هذا. السيد عبد الكبير جعفري عن حزب الاصلاح والتنميه، نفس السؤال او السؤال نفسه يتعلق بالتفاوتات داخل المجتمع. اولا وقبل كل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اولا وقبل كل شيء، فهذه التفاوتات الاجتماعيه التي يتخبط فيها المغرب خصنا نعرفوا المصدر ديالها منين. هذه التفاوتات الا بغينا نحيدوها، اولا خصنا يجب اعاده النظر في النظام الضريبي لذوي الدخل المحدود. هاد الناس اللي عندهم الدخل المحدود يجب إعفاؤهم من نظام من الضريبة، لأن هاد الناس هادو إلا خففنا عليهم شوية من سميتو وخلينا الضريبة للناس اللي عندهم المراتب العليا باش يساعدوا الناس اللي هما عندهم المراتب الدنيا. فهاد التفاوتات خصنا نعالجوها في المصدر ديالها، والمصدر ديالها هما دوك الناس اللي كيجيو من البادية للمدينة. فعلاش ما نقوموا بتحويل المدينة إلى البادية عوض نجيبوا الباديه للمدينه؟ لان خصنا نحولوا الكليه للباديه، وخصنا نحولوا السبيطارات للباديه، وخصنا نحولوا جميع المرافق ديال اللي كتخص الناس تتحول عندهم للباديه. شكرا، استلفتم وقتكم المخصص في لهذا السؤال، ساعود اليك بعد قليل. استاذ محمد الدريسي عن حزب العمل، ما هي الاجراءات الكفيله للحد من التفاوتات داخل المجتمع؟ احنا الان لا ننسى ان هناك اوراش مفتوحه اكثر من 10 سنوات، وهذه الاوراش هي اوراش ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، والتي هي اوراش بنيويه وليس ظرفيه، وهدفها هو محاربه الفقر والهشاشه والاقصاء الاجتماعي وبالتالي التفاوتات. بالنسبه لاجراءات اخرى أذكر منها ما جاء في مدخلة زميلي، أن المنظومة الضريبية ينبغي أن تراجع لإعفاء ذوي الدخل الذي لا يفوق 6000 درهم شهريا مثلا، وهناك مثلا إدماج للقطاع الغير المهيكل وخلق واحد الإطار لتشجيعه
في الإدماج لا من حيث ويكون مشجع من حيث المساطر ومن حيث الضرائب وغيرها من الإجراءات. أبقى معكم أستاذ محمد دريسي مع السؤال الثاني ودائما في الشق الاجتماعي، ما هي الأفكار المقترحات التي يتضمنها برنامجكم الانتخابي لصالح فئات ذوي الاحتياجات خاصة؟ المعاقين مثلا، المكفوفين، ذوي الإعاقات الذهنية والجسدية، هل لهم مكان داخل برنامجكم الحزبي؟ احنا عندنا افكار، جينا باكثر مقترحات باش نعالجوا واحد القضايا اللي هي تعيشها المجتمع. وبين المعاقين هناك اللي معاق صحيا وهناك المعاقين فكريا او ثقافيا مثلا، واقصد بذلك للانقطاع عن الدراسه. هناك كثير من ابناء الوطن تنقطعوا الدراسه بسبب عدم الامكانيات، وهذا الانقطاع تتسبب في ارتفاع نسبه البطاله والانحراف، وحتى هادو تنعتبرهم حنا معاقين. اما المعاقين بصفه عامه ف منحت لهم جميع الامكانيات وجميع العنايه من اعلى سلطه في البلاد، وهذا الشيء تعرفوه، وجميع الوسائل والامكانيات يعني متاحه لهم باش تحسن لهم الوضعيه ديالهم، لا من حيث التطبيق ولا من حيث المرافق الرياضيه الى اخره. وشفناهم تيشاركوا في مباراه دوليه وتينالوا بعد ميداليات. نعم. شكرا لك استاذ محمد دريسي، واعطي الكلمه للسيد عبد الكبير جعفري. السؤال ذاته يخص فئه ذوي الاحتياجات الخاصه، ما هي مكانتهم في برنامجكم الانتخابي؟ أولا قبل كل شيء، فذوي الاحتياجات الخاصة فهم مواطنون المغاربة ويستحقون كل العناية من المجتمع، هم لا ينتظرون الصدقات، هم ينتظرون حقوق، وهذه الحقوق اللي خصهم يتمتعوا بها نظرا لأنهم عندهم إعاقة، وخص الدولة، وهذا داخل البرنامج ديالنا في حزب الإصلاح والتنمية، على أساس خلق صندوق من أجل تمويل أو إعطاء إعانات أو إعانات شهرية لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا معيل لهم. كيكون ما عندهمش واحد المعيل، ما عندهمش واحد الدخل، خاص يتخلق لهم واحد الصندوق اللي خاصو يتعطاهم شهريا إعانات شهرية لحقهم، خاصهم باش حق في العيش، حق في الدراسة، باش نوفروا لهم على الأقل واحد شيء بسيط، لأنه هذاك حق، لانه هو عنده اعاقه مش لا يتوفر على. شكرا لك استاذ عبد الكبير. الدور دورك سيده نعيمه فرح. المغرب في سنه 2007 وقع على الاتفاقيه الخاصه بالمعاقين، وانا ما غنقولش معاقين، ذوي الاحتياجات الخاصه. عندنا في المغرب 580 الف من ذوي الاحتياجات الخاصه، على الاقل كاين واحد المجموعه الدستور كيضمن لهم الحقوق ديالهم الكامله على الأقل. وعندنا ترصانه من القوانين اللي ايضا كتنص على حمايه الانسان صاحب الاحتياجات الخاصه. على الأقل على الأقل في التجمع الوطني الأحرار نطالب بتفعيل هذه النصوص. مثلا في المجال العمل كاين 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 واحد القانون اللي كينص على التوظيف ديال اصحاب الاحتياجات الخاصه في الوظيفه العموميه، نحترموا هذا، الى ان هذا الانسان صاحب الاحتياج الخاصه هو مواطن كامل المواطنه، ما نحرموش من حقوقه اللي كيمنحها له الدستور وكتمنحها له واحد المجموعه. اذا ضروره تفعيل هذه القوانين الموجوده على ارض الواقع، تفعيلها من اجل منح صاحب الاحتياجات الخاصه كل الحقوق ديالو، بالاضافه الى اعطاء امكانيات للمجتمع المدني لانه فاعل اساسي في تطوير وبلوره كل ما كيتعلق بهذا الانسان صاحب الاحتياجات الخاصه. نعم، شكرا لك. ونمر مباشره الى الملف الاقتصادي، ووجه السؤال اليكم هذه المره استاذ عبد الكبير جعفري عن حزب اصلاح والتنميه. كيف تنظرون في حزبكم الى مساله الاستثمار الخاص، وخاصه نتحدث عن المقاولة الصغرى والمتوسطه، ما السبيل لتشجيع هذه المقاولات؟ السبيل لتشجيع هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة وهي كثيرة جدا، كثيرة باختصار لأن الوقت لا يسمح بالتفصيل. هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة تستفد من المشاريع الكبرى اللي كتمنحها الدولة من أجل الاستفادة. يمكن نلقاو واحد مؤسسة كبيرة ندخلوا معها واحد جوج شركات متوسطة
او مؤسسات متوسطه او صغيره مقاولات من اجل الاستفاده، ما يكونش واحد الاحتكار الاحتكار من اجل الشركات الكبرى. خصنا نشوفوا حتى ديك اللي تدفعي بها دفعي بعجله ديال التقدم ديالو والتطور ديال هاد 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 المقاولات الصغرى والمتوسطه. نعم. ويكون واحد التخفيف تسهيل ديالهم، التخفيف الضريبي وتسهيل ديال 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 ديك القروض من الابناك وكذا بواحد بواحد الفوائد اللي هي معقوله. نعم شكرا لك. لا نثقل كاهل المقاولات من اجل السير الى الامام. شكرا لك. الكلمه لمحمد دريسي عن حزب العمل، ما هي الاجراءات التي تقترحونها لتشجيع وتحفيز هذه المقاولات، المقاولات الصغرى والمتوسطه خصوصا؟ نكمل ما جاء في مداخلتي الاولى، هو بالنسبه للقطاع الدراسي. نعم. حزب العمل يقترح تخصيص صندوق دعم وطني لتمكين جميع ابناء الوطن من متابعه دراستهم، هذا شيء اساسي. بالنسبه للاقتصاد ينبغي ان اولا أن نقوي الثقافة المقاولاتية وخاصة لدى الشباب وتخليصهم من الثقافة السائدة التي لا تراهن إلا على الوظيفة العمومية أو أو القطاع العام. إذن خصنا ديك الثقافة ديال تقوية المبادرة الحرة، وهذا هو المدخل ديال تقوية النسيج المقاولاتي وبتوفير شروط مشجعة بالنسبة للمقاولات. أولا تكوين جيد، ثانيا توجيه طلبة نحو التخصصات التي يحتاجها سوق الشغل. نعم الوقت انتهى أستاذ دريسي، عفوا على المقاطعة. الدور دوركم أستاذ نعيمة فرح. في المغرب 95% من المقاولات هي مقاولات صغرى ومتوسطة. الدولة قامت أو الحكومة قامت بعض المسائل لصالح هذه المقاولة، فيها صندوق برنامج مساندة، برنامج امتياز، ولكن هذا ما كيمنعش التجمع الوطني الأحرار أنه يطالب على الأقل على الأقل بهذه الصفقات العمومية اللي كتمشي للشركات الكبرى، أنه في هذه الصفقات العمومية تخصص نسبة معينة لهذه المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى إعفائها لمدة معينة. هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة إعفائها لمدة معينة من الضرائب حتى توقف على رجليها، وباش تحول أيضا من المقاولة الصغرى والمتوسطة إلى مقاولة كبرى. ما ننساوش بأن هذه المقاولات راها الأكثرية ديالها كيشتغل في الاقتصاد غير المهيكل، نطالب بأنها تحول إلى الاقتصاد المهيكل مع التكوين ديال المشرفين عليها، مع منحهم الأسبقية فيما يتعلق بكل المسائل ديال التصدير على المستوى الخارجي. بهذا سأواصل معك أستاذة نعيمة فرح، ولكن في الشق السياسي، انتهى الوقت بالنسبة للشق الاقتصادي. سياسيا على ضوء التشريعات التي يتوفر عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان، على ضوء الممارسة السياسية، كيف تنظرون إلى حقوق الإنسان في المغرب؟ بكل صراحة مجال حقوق الإنسان في المغرب مجال قطعنا فيه شوط كبير وكبير جدا مقارنة مع الدول اللي هي غادة في نفس المستوى ديال المغرب، ولكن هذا لا يمنع بأننا وصلنا للمستوى اللي باغين. مازال عندنا واحد المجموعة ديال الأمور في مجال حقوق الإنسان. ملي كنهضروا على حقوق الإنسان راه كنهضروا على الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في السكن اللائق، الحق في حرية التعبير، الحق في أنك تكون غادي، الحق في الأمن. هذه مجموعة ديال الأمور اللي كان اعتقد كانسان انتمي الى حزب التجمع الوطني الاحرار وايضا كحقوقيه مازال عندنا فيها واحد المجموعه ديال النواقص، وخصنا نبحثوا في هذه النواقص وخصنا نتقدموا الى الامام في هذا المجال. المواطن وفر ليه من الحقوق الاساسيه ديالو حقه في التعليم، حقه في السكن، حقه في الصحه، وحقه في التشغيل، بالاضافه الى امن، الى الحق في الامن. هذه واحد المجموعه ديال اللي الامور اللي كتشكل ترسانة الاساسيه ديال المنظومه الحقوقيه اللي وفق اللي تخرجت على 1949. عبد الكبير جعفري، سؤال واضح عن حقوق الانسان على ضوء التشريعات والممارسه السياسيه في المغرب. الى رجعنا للتشريعات، هناك ترسانه من التشريعات وترسانه من من من, من الكلام وترسانه من الكتب تالفت في قضيه حقوق الانسان، ولكن هاد حقوق الانسان قبل ما نعطي لهذا الانسان الحق، وهذه المسألة خاصو يعرف واجباته.
لهذا المواطن او هذا الانسان بنيته كانسان كيعرف واجباته غادي يحترم حقوق ديال الاخرين. وملي غنحتارم الحقوق ديال الاخرين غادي نكونوا اننا قطعنا واحد الشوط كبير في حقوق الانسان. حقوق الانسان ماشي هي ان كنعطيك واحد الحق ويعني دير ما بغيتي او كذا، ولكن خاصني نبني هذا الانسان بعدا هو الاول. باش نبني خاصني نعطيه تعليم، تعليم في المستوى، خاصني نعطيه صحه، خاصني نعطيه واحد العدد ديال الامور باش نبنيه، خاصني ننميه هو الاول، ننمي هذا الانسان ونقول له فوالا. شكرا لك سيد عبد الكبير جعفري، الكلمه لكم سي محمد الدريسي عن حزب العمل. ما تقييمكم لحقوق الانسان في المغرب في ضوء التشريعات والممارسه؟ احنا في حزب العمل ننطلق من ايديولوجيتنا الوسطيه التي ترتكز على التوازن، التوازن بين الحقوق والواجبات، التوازن بين حريات المجتمع وسلطة الدولة. ونعتبر أن المغرب حقق الكثير فيما يتعلق بحقوق الإنسان. والآن وزارة العدل تسمى وزارة العدل والحريات، وأرجع دائما إلى الانقطاع الدراسي وأدعو إلى محاربة هذا الانقطاع، لأن حق الاكتساب المعرفة حق واجب على المسؤولين باش يوفروه للمواطنين وهذه الفئة ديال الطلبة والتلاميذ والأبناء الوطن اللي تنقطعوا على الدراسة ديالهم ويصبحوا عاطلين ومنحرفين. هذه راه فئة ينبغي أن نعالج هذه المعضلة. نعم، سأواصل معك أستاذ محمد الدريسي مع السؤال الأخير في الشق السياسي ويتعلق بالجهوية المتقدمة. هذا الورش كيف تفاعلتم معه وكيف تتفاعلون معه الآن في حزب العمل؟ الجهوية المتقدمة هي جهوية يعني سياسة استراتيجية جاءت لتمكين سكان الجهات لتدبير شؤونهم بنفسهم. وأصبح الآن المجلس الجهوي هو الذي يدبر شؤونه بعيدا عن الوصاية عن الوالي الذي كان هو الذي يقرر وينفذ القرارات. والجهوية المتقدمة هي يعني وسيلة لتقوية الديمقراطية الترابية وتحقيق وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. نعم، شكرا لك أستاذ محمد الدريسي عن حزب العمل. الكلمة لكم سيد عبد الكبير جعفري عن حزب إصلاح وتنمية. كيف تفاعلتم وتتفاعلون مع هذا الورش الكبير المفتوح، ورش الجهوية المتقدمة؟ أنتم قلتم فإنه ورش كبير، هذا الورش كبير راه خاصو الاليات باش يدير. واش حنا وجدنا الارضيه باش نديروا هذا الجهويه المتقدمه؟ فعلا كاين خاصنا نتقدموا ونزيدوا القدام. هل نتوفر على ارضيه لتفعيل؟ لا، مازال ما كاينش الارضيه. ارضيه مازال ما كايناش. ما المطلوب؟ المطلوب هو اننا خاصنا نديروا ننزلوا شنو هي الجهويه المتقدمه، شنو بغينا نوصلوا بالجهويه المتقدمه، شنو بغينا نديروا؟ ملي غادي نوصلوا لهاد الحوايج غادي نحطوا الجهويه المتقدمه ونعرفوا شنو نديروا. لان الناس كتقول له الجهويه الموسعه او الجهويه المتقدمه، ما خصنا نعرفوا شنو هي، شنو باغين. ها الجهويه الموسعه محطوطه، ها كل شيء محطوط، ولكن اش نعرفوا واش باغين، نعرفوا واش باغين. لان كاين جهوي، كاين جهات في المغرب اللي هي غنيه وكاين جهات اللي هي فقيره، كيفاش غنديروا لها؟ كيفاش غتسير امورها؟ كيفاش غادي كاين جهه اللي كتمد البلاد قد تونس ولا قد مصر قد اليمن. نعم. وكاين جهه اللي هي شاسعه وفقيره، ملي غنعطيوها. نعم. الموارد ديالها كيفاش غادي نمولوها؟ نعم، واضح. شكرا لك استاذ عبد الكبير. الكلمه لكم نعيمه فرحا، حزب التجمع الوطني للاحرار.
كيف طرحتي في السؤال، الجهوية ورش كبير ومازال مفتوحا. احنا يلا في البداية ديال تنزيل هذه الجهوية، اذا ما غاديش نحن وحنا في طريق البناء وفي طريق التنزيل اننا غادي نقولوا اننا حققنا كل ما هو مطلوب من الجهوية. المطلوب الان توفير كل الاليات لانجاح ما نريده نحن من هذه الجهوية. القانون ينص بالنسبة للأخ كان ينص على التضامن ما بين هذه الجهات. الان عندنا 12 جهة، صحيح ان هناك جهات غنية وهناك جهات فقيرة، القانون ينص على التضامن ما بين هذه الجهات، ولكن اللي خصنا نبنيو البناء الديمقراطية، مفهوم الديمقراطية الجهوية، المؤسسات الجهوية، هذا هو طريق البناء البداية، تكوين الفكر الجهوي لدى مواطني هذه الجهات، وما يبقاش التمركز كله على المركز. لابد من ان التفكير ديال المواطن المغربي في هذه الجهات حول اللا تمركز، نبداو باللا تمركز ولا تمركز ونمشيو في الطريق ديال بناء جهوية متقدمة. نحن في البداية كل الشروط يجب توفيرها من أجل إنجاح هذا الورش اللي هو ورش كبير والمغرب مقبل عليه، وتحدي كبير أيضا من كتاخذوا ماشي غير حزب تجمع الوطن الأحرار، ولكن الجميع خصو يضفر الجهود ديال الجميع من أجل إنجاح هذه الجهوية المتقدمة. شكرا لك. لم يبقى لنا إلى الختم، سأمنحكم دقيقة لكل مشارك للختم. أبدأ معكم السيد عبد الكبير جعفري عن حزب إصلاح وتنمية. كنشكر قناة ميديا ان تي في على هذه الاستضافة الجميلة، وكان ذكي شرف كبير انني نحضر في هذا البرنامج مع الاساتذة الاخت نعيمة فرح والاستاذ سي محمد الدريسي. وبهذه المناسبة اننا كنتوجهوا لجميع المواطنين والمواطنات على اساس اننا غادي نكونوا في الموعد ديال 17 تنوير، لانه موعد وطني وخاصنا نحققوا ما تسبو إليه بلادنا. وشكرا. نعم، محمد الدريسي عن حزب العمل. نحن في حزب العمل جد متفائلين بمستقبل بلادنا على المستوى السياسي، في ظل دستور جديد يمنح جميع الشروط، يوفر جميع الشروط ليعيد للممارسة السياسية اعتبارها ومصداقيتها. نعم، شكرا لك محمد الدريسي عن حزب العمل. نختم معكم نعيمة فرح عن حزب التجمع الوطني الأحرار. وجه ندائي لكل المواطنات والمواطنين، لا بد من الذهاب إلى التصويت. ما كنقولش أن المغرب جنة، ولكن أيضا المغرب ما هوش جهنم. إحنا في منطقة وسطى، هذه المنطقة الوسطى بغينا نتحولوا إلى منطقة أعلى. باش غادي نوصلوا لهذه المنطقة يجب أن يساهم الجميع في هذا التغيير اللي كنطمحوا لنا كلنا، من أي باختلاف الإيديولوجيات ديالنا وانتماءات ديالنا. الكل كنلتقيوا في أننا باغيين واحد الوطن اللي كيسع الجميع والجميع يلقى فيه الحقوق ديالو. ومن أجل الوصول إلى هذه النقطة لابد من التصويت، لابد من التعبير على رأينا في محطة 7 أكتوبر، ونتمنى أن اللي غينجح يكون هو الإنسان المناسب ماشي الإنسان الغير المناسب. والمواطن راه كيتحمل أمانة كبرى في إيصال هذا الإنسان المناسب إلى المكان المناسب. بهذا نكون قد استوفينا الوقت المخصص للبرنامج، برنامج الطريق إلى 7 أكتوبر، الذي سيركز على أفكار وتصورات ورؤى الأحزاب السياسية التي تتبارى فيما بينها على يوم 7 أكتوبر على مقاعد مجلس النواب. نتعرف على أفكار ورؤى وتصورات وبرامج الأحزاب السياسية في قضايا السياسة والاقتصاد والمجتمع. لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيوفي الكرام، نعيمة فرح عن حزب التجمع الوطني للأحرار، شكرا لك. شكر موصول لميدي أن تي في. شكرا. شكر موصول كذلك لعبد الكبير جعفري عن حزب إصلاح والتنمية. شكرا. وأخيرا وليس آخرا، محمد الدريسي عن حزب العمل، شكرا جزيلا لك. شكرا على الاستضافة. كما أشكركم مشاهدين الكرام على تتبعكم وحسن وفائكم، وإلى اللقاء.